البيتزا ان بدرت البذرة صح هتجمع محصول صح. لازم تدور على بير مية عذبة كويسة عشان انت دلوقتي خلاص بقى كل حياتك في الأرض الزراعية دي، اللي هو بيتك. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن يعني فكرة النوستالجيا بشكل عام وخصوصا لجيل السبعينات والثمانينات الثمانينات والتسعينات والفترة دي دايما بيجذب انتباه شريحة كبيرة جدا من المجتمع، لان احنا عددنا كبير على فكرة فما تستهونوش بينا. ودايما فكرة النوستالجيا لما يعني بتبقى زي كده ايه الكريزة اللي على التورتة في اي موضوع بنتكلم فيه، بنسمع اغاني، بنشوف اعمال فنية، او بنشوف افلام وثائقية. وده يمكن كان اختيار ذكي جدا من ضيوفنا اللي معانا النهاردة. وزي ما انتم عارفين احنا دايما بنحب نشجع شبابنا لان مصر شابة. ففي اول فقراتنا احنا بنتكلم عن فيلم وثائقي مبهج جدا فيه نوستالجيا اللي هو حنين للماضي وذكريات جميلة جدا، وحتى العنوان كمان تم اختياره في الحقيقة بدقة، هو بتونس بيك. وده تسجيل قام بيه مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة بني سويف كمشروع تخرج ليهم، والفكرة قائمة زي ما شفتم كده في اللقطات اللي فاتت عن فترة السبعينات الثمانينات. هنعرف بقى تفاصيل أكتر عن الفيلم وليه الفكرة دي تحديدا اختاروها، وبعدين نفذوها ازاي برضو احنا عشان نجيب ماتيريال يعني للسنين دي أو للفترة الحقبة الزمنية دي ما بيبقاش سهل. فخلينا نرحب بضيوفنا اللي في الاستوديو، هاني علاء صباحك صباح الورد، وإنجي عهدي أهلا بيكي، ومحمد أشرف أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. ده طبعا مشروع التخرج بتاعكم صح؟ ده حقيقي. مدته قد إيه الفيلم؟ مين بقى اللي هياخد الليد في بداية الكلام؟ إنجي تتكلم طبعا ليديز فيرست، فقولي لنا بقى يا إنجي يعني الفكرة في البداية. إحنا طول الثلاث سنين اللي فاتت بيجي موضوع سنة رابعة ده يجي إن إحنا عايزين نعمل مشروع تخرج نفضل فاكرين بيه الفترة بتاعة الكلية دي. واحنا علشان يعني احنا اصحاب قبل ما نكون جروب عمل كان عندنا دايما هدف ان احنا نعمل حاجه احنا حابينها اكتر من حاجه ان احنا هننفذ بيها مشاريع التخرج الثانيه، لان كان دايما كل سنه بيبقى في منافسه كبيره جدا مين هياخد مركز اول ومين هياخد مركز ثاني وكده. فابتدينا في اخر يناير نشوف ايه الافكار اللي هنبدا ان احنا نعمل بيها مشروع تخرجنا. طبعا جه بقى اعصار، جه وباء كورونا، احلامنا كلها اتدمرت. بس قعدنا في البيت، طب هنعمل ايه؟ مشروع تخرج ولا الكلية أصلاً قعدت فترة عبال ما قررت هل فعلاً هيبقى فيه مشروع تخرج ولا لا. بس قعدنا في البيت أحبطنا جداً. بعدين وقت الكورونا ووقت الحظر ده خلانا نقعد مع البيت أكتر بعد ما كنا مغتربين. يعني إحنا جامعتنا في بني سويف، فإحنا أصلاً مش من بني سويف، فمعظم الوقت في الكلية بنروح ناكل ننام نصحى الصبح نروح الكلية وكده، فمنقضيش وقت خالص مع أهلنا. فكانت فرصة إن إحنا نقعد مع أهلنا ونتعرف أكتر عن تفاصيل حياتهم القديمة. ده احنا شفنا نكت وتريقة على الفيسبوك في الفترة دي، قال لك ايه ده انا مراتي ما كنتش اعرف ان هي ظريفة كده، لا ده انا ماما اول مرة اقعد معاها. لا كان في خناقات طبعا يعني. طبعا انتوا عارفين لازم الخناقات. الفترة دي بقى هي اللي ألهمتكم بفكرة طب ما تيجوا نتكلم عن ذكريات اهلنا وجيل السبعينات والثمانينات، ولا ليه فترة الحبس دي؟ هي الفكرة ان احنا كنا خلاص قعدنا في البيت وباقي الجروبس التانية كانوا بدأوا خلاص اوريدي يشتغلوا في المشروع بتاعهم، وقدامهم بس كام انترفيو ويخلصوا المشروع. احنا كنا قاعدين في البيت ما عملناش اي حاجة خالص. فكرتنا اللي احنا الفكرة الاولى اللي احنا كنا مفكرين فيها ونزلنا قعدنا مع المصادر ومشينا في الموضوع عطلت، ما كانش في اي فرصة ان هي تتعمل. طبعا لانه مفيش خروج ومفيش نزول بالزبط. كتير بالظبط. وموضوع كورونا زاد وبتاع، ولما الكليه قررت ان مشاريع التخرج تكمل احنا خلاص وقفنا كده، الناس كلها كملت ومعاها ماتيريال واقفه على المونتاج، واحنا مفيش شوت واحد اتصور. يعني مفيش فكره اصلا. انتوا كنتوا متاخرين اصلا، متاخرين جدا، لان طلاب البنش الاخير يعني احنا جننا دكتور مروه معانا، يعني الدكتور احنا بنشكرها من هنا على مجهودها معانا بجد، طلعنا عليها. أيوة. في الاخر خالص بقى الفكره جت موضوع ان يعني نتيجة القعدة في البيت هي الفكرة اللي رست على بتونس بيك ان احنا نخلي اهالينا هم ابطال الفيلم بتاعنا.
لا برضه خبث انتوا برضه لازم نستغلهم كلفتوا الموضوع بصوت الحلو على فكره يعني طلع كانه مقصود قوي ومخططين له كده لكن بس هو كان فعلا مقصود يعني هو الفتره اللي احنا قعدناها في البيت احنا لقينا ان اهالينا فعلا عندها تستحق ان هي تتحكي عندهم تجارب فعلا يستاهلوا ان احنا نحكيها نستاهل ان احنا نقول لا يا جماعه فعلا الونس او الدفء اللي بيكون في البيت ده مش نتيجه ان والله ده ابني فانا عشان بس بحبه اللي هو تأديت واجب بقى اتفرض اصلا احنا بنتولد ما بنختارش اهالينا فاللي هو بقى خلاص بقى هي دي ماما وده بابا ودي اخويا خلاص بس انتوا حسيتوا ان لا الموضوع اكبر من انه في ناس اتفرضت عليك او لقيت نفسك في وسطهم صح يعني انا مثلا لما قعدت اسمع بقى القصص بتاعتهم يعني بابا كان بيقعد يحكي لي ان مش عارفه زمان هو بابا اصلا ملحن ومغني فهو عواد بقاله اصلا اكتر من 40 سنه ده احنا قاعدين في بيت فني بقى ده احنا فنانين اصلا فقعد يحكي لي عن مثلا لما كان بيجتمع هو والشيخ امام ويعني علاقته بفؤاد حداد وعلاقته بماما ده صوراجي كمان مش فنان عادي علاقته بماما نفسها يعني نفسها ازاي اتعرفوا على بعض ازاي اتجوزوا في فتره صعبه ما كانوش حلتهم اي حاجه خالص واتجوزوا في اوضه مش عارفه ايه الحاجات دي كانت انترستنج جدا انها تتحكي يعني طب حسيتي يعني بصي هقول لك على حاجه في احيانا في ناس بتبقى حساسه شويه يعني بتبقى متحفظه لا انا مش هقعد احكي بقى اسرار اهلي واتقابلوا ازاي خصوصا ان احنا جيل يعني تقريبا كل اهالينا كانوا الاوائل على الثانويه العامه وكانوا اشطر ناس في المش يعني دايما القصص دي كانت على طول اهالينا بيقولوها لنا مع ان ممكن تكون مش دي الحقيقه خالص او 90% بتبقى دي الحقيقه بس يعني ما علينا ف يعني انا يعني مستغربه شويه انك لا ما اتكسفتيش عادي انا هقول يعني الحاجات الحياه الخاصه لاهلي وعرضها عادي حسيتي بايه في الاول بتردد مثلا انا كنت مبسوطه جدا اللي هو انا قاعده هم اصلا عايزين يتكلموا وانا عايزه اسمع يعني لو احكي تاني احكي تاني طب هم كانوا موافقين ولا اعترضوا في الاول لا مرحبين جدا يعني هو اصلا لما جينا فكرنا نعمل فيلم قلنا احنا نقترح عندنا في البيت احنا اصلا جروب من 11 شخص فاحنا في الاول عرضنا في البيت مين اللي موافق ان اهله يطلعوا في الفيلم ومين لا يعني انتوا 11 طالب في مشروع بتونس بيك عشان تطلعوا ال 12 دقيقه دي ايه ده كل واحد اشتغل على دقيقه تقريبا يعني طب قسمتوا الشغل ما بينكم ازاي يعني بما انكم انتوا ثلاثه من 11 قاعدين معانا دلوقتي كل واحد فيكم كان بيعمل ايه في الفيلم او دوره ايه في تاسيس الفيلم مين انا كنت معالج السيناريو اوكي وهي الافلام الوثائقيه مش زي الافلام الدراميه اللي هي اللي هي بتبقى فيكشن الفيلم ما بيكونش عباره عن كتابه سيناريو انما هو معالجه سيناريو واحداث لان الاحداث بتبقى هو الواقع هي واقعيه اصلا فكان الموضوع من البدايه يا جماعه طب احنا لما هنيجي نتكلم في السيناريو احنا هنعالج ايه بالظبط هنعالج ان احنا عايزين اهالينا يطلعوا ابطال بس هي الجدوى من الحياه مش ان هي تطلع ابطال الجدوى من الحياه المنزليه او الحياه العائليه ان هي فعلا تطلع دفء ان هي تطلع الونس فبدانا واحنا بنتكلم نقول يا جماعه احنا مش عايزين ان اي حد يجي يطلع يتكلم يقول انا عملت وانا عملت احنا عارفين اهلنا عملوا ايه كويس بس احنا عايزين الجو الدفء بتاع المنزل ده ايه سببه اللي هو الواقعي احنا عايزين نوصل الاحساس الواقعي بتاع الموضوع زي مثلا كان في فتره بيتكلموا في الدراما على سيره الدراما يقول لك لا ما هو مش لازم البطل القومي مثلا نطلعه على انه ملاك بجناحات وصح في كل حاجه بالزبط. هو بني ادم ليه برده جانب مظلم من شخصيته تتعرض من غير حساسيات يعني جوانب كتير جدا حتى كنا مترددين ناخدها ولا لا فلما زمايلنا اللي اخذنا منهم المشاهد دي طبعا بمساعده يعني المونتير والاستاذ المشرف دكتور مروه عبد الله وانجي فهم جم بعد كده اتفرجوا على العرض بتاعه في الكليه وعلى فكره كنا كلنا اول مره نشوفه يعني انا بالظبط كان مفاجاه بالنسبه لنا فاحنا بقينا نضحك اللي هو ايه يا جماعه يعني هو ده اللي يعني ايه اول مره تشوفوه الفاينل درافت الفاينل درافت في 72 ساعه متواصله انا قعدت 3 ايام بشتغل عليه المخرج والمونتير ومساعد المخرج المشروع اصلا طلع يوم التسليم الصبح يوم التسليم انتوا عاملين زي اللي بيذاكر في اخر لحظه انا كنت بذاكر احنا فعلا ليله الامتحان مذاكره انا كنت قاعده اطبق من بالليل الصبح مذاكره واقوم داخله على الامتحان وبالبركه بقى فعلا كان المشروع يعني يليق بينا كده بس كمان في حاجه ان احنا كنا يعني الجروب الوحيد المعدات الوحيده كانت الموبايل وال الهيدفون
بس احنا صورنا بالموبايل. انتوا عارفين طبعا انه في مهرجان للسينما الموبايل دلوقتي بيتعمل. يعني الموبايل ده بقى حاجه مهمه. أيوة يعني كاميرا الموبايل بيتعمل بيها حاجات كتير. مشكله ان احنا كانت معانا المعدات وكنا عاملين حسابنا من قبل السنه ما تبدا وجايبين معدات ومشترين وكل حاجه. يعني انتوا كنتوا اصلا الخطه مش ان انا اصور بالموبايل. لا احنا كان معانا معدات وبقت هي كاميرا الموبايل اللي انقذت. كانت خطه انتاجيه كبيره جدا يعني. كانت خطه ضخمه. احنا وفرنا كتير على فكره. المشكله ما كانش هينفع مصور يتنقل لان احنا اصلا كل حد فينا في محافظه. المنصوره, فيوم, المعادي, مش عارف انت هنا. انت من المنصوره؟ انا من الفيوم. من الفيوم؟ لا القاهره. القاهره. القاهره برضه. هم انت بتتكلم على بقيه الزملاء. بقيه الزملاء كل حد فاهمه. طب انجي مين تاني تطوع بان هو يتكلم عن اهله في الفيلم غيرك؟ في عبد الرحمن ده المخرج اساسا احنا مفتقدينه النهارده جدا بس ما قدرش يجي. احنا بنحييه يعني. انتم من حقكم تحيوا كل زمايلكم اللي عايزين تحيوهم من وفي كمان جوليانا. جوليانا هي مصممه الجرافيك وهي برده مامتها شاركت في الفيلم. بس ومامتي ومامه محمود برده معانا. يعني تقريبا اربعه. وانت كان دورك ايه بقى في تاسيس الفيلم؟ احنا بصي انا حاسه ان انا كنت بعمل الشغل بالحب يعني اللي هو ايه. انا مش قاعده على التايتل بتاعي. انت دور اساسي. انت داخله بماتيريال اصلا. انا داخله يعني بابا وماما. معلش انا داخله انت بقى الماما. يعني انت كان دورك ان انا جبت اي سبورت الفكره يعني. لا انا كنت يعني مساعد مخرج وكنت ساعات بشتغل برده في السكريبت ولو احتاجوا حاجه في المونتاج كنت بحاول يعني. مساعد المخرج ده على فكره عصب والله. ده بجد ده عصب العمل الفني. ده من الجنود المجهولين المهمين جدا. مش لان في ناس بتتصور ان مساعد المخرج ده يعني ايه. يعني مساعد مخرج يعني هو كان احلى حاجه في الجروب بتاعنا ان كل واحد فينا عايز يساعد التاني يعني اللي هو يعني طبعا هو عمل جماعي في الاخر. فاللي هو كلنا فعلا عملنا اشتركنا في الفيلم. هاني كان دورك ايه؟ انا المونتير. انت المونتير. ما دخلتش بقصه من قصص العيله في انا يعني. انا والدي كان المفروض يصور معايا بس اتاخرت معاه في التصوير جدا وكان المفروض نسلم الماتيريال. فخلاص بقى هبدا بالماتيريال اللي معايا. بعد ما خلصنا ومنتجنا ال 26 دقيقه زي ما بنقول لحضرتك ابتدى قال لنا ان هو ده. احنا لسه هنتكلم في النقطه دي ان هو في الاساس 26 دقيقه ولكن الفيلم كده مشروع التخرج ما يزيدش عن 15 دقيقه. فعشان كده التزمتوا بمنتجه 12 دقيقه. بس اصلا الماتيريال كلها كانت ساعتين الا ربع. كان اللي خلانا مش كل حد يتكلم عن تجربته مش ان في ناس رفضت بس ان الماتيريال يعني ده عموما في السينما كلها اذا كان وثائقيه او دراميه. أي. الناس عارفه ده. أي. ان الماتيريال اللي بيتاخد بيبقى ممكن 10% بس من الماتيريال الاجمالي بتاع الماتيريال كله. بالظبط. قعدتوا قد ايه بقى بما انكم مزنوقين قعدتوا قد ايه تشتغلوا في الفيلم ده ويبقى خلاص واقف على المونتاج؟ هو احنا تقريبا تصوير. يعني اكتر جروب يعني خد وقت قليل. احنا صورنا في 3 ايام. أوكي. لان احنا كل واحد فينا كان بيصور من بيته. فكنا بنصور ونرفع درايف يقول ملاحظات نعيده تاني نصور ونرفع درايف. بس عندنا 3 ايام تصوير و3 ايام مونتاج. لا ده المونتاج قعد 10 ايام بس الفاينل درافت قعدت 3 ايام متواصل من 70 ساعه صاحي. اوكي. اللي هم ال 12 دقيقه عشان تطلعوا 12 دقيقه. يعني يمكن ده بيدي برضو ايه نبذه كده للمشاهدين انه يا جماعه قد ايه العمل الدرامي اللي انتوا بتشوفوه ده ممكن تتفرجوا عليه كده وانتوا بتغسلوا مواعين. الناس بتتعب فيه جدا عشان تطلعوا يعني. الناس اصل في ناس كتير بتتصور انه الممثل يعني بيشوفه دايما الصوره الاخيره بتاعته او ان هو بقى شكله حلو ولا شكلها حلو ولا هتلبس ايه مش عارف ايه. بيبصوا على الحاجات السطحيه مش فاهمين انه عشان الفيلم ده يطلع او المنتج ده يطلع بيبقى فيه مجهود فيه جيش فيه كتيبه بتشتغل وكل شيء مدروس جدا يعني. هي ممكن في حاجات اضافت لنا طبعا. لكن احنا من البدايه كنا عاملين السيناريو مجهزين لكل حاجه. احنا كمان كنا عاملين كذا سيناريو. موضوع ال 12 دقيقه ده هو اللي ضرب الدنيا معانا. اللي هو ايه ان هو بقت 12 دقيقه. 12 دقيقه. اصل اللي بتونس بيك انتوا خلاص يعني امتى قررتوا او اجمعتوا ان هو ده الموضوع اللي احنا عايزينه؟ لما الضيوف لما الدنيا كانت وقفت خالص بقى يعني. كان كورونا تقريبا حصل الحظر من بدايه شهر 3 كده. كان خلاص صعب جدا ان احنا نتواصل مع الضيوف اللي هيطلعوا في الفكره الاساسيه بتاعتنا. صعب ان احنا ننزل نعين اللوكيشنز نبدا ناخد الماستر سينز بتاعتنا. كل حاجه كانت صعبه جدا. فقلنا يا جماعه بدانا نعمل اجتماع ولازم خلاص هنغير الفكره دلوقتي. فشوفوا الافكار بتاعتكم بقى طلعوا اي فكره. انتوا طبعا مواليد التسعينات. 98. الجروب كله 98 يعني بيبي هيت بالنسبه لي بس يعني ما علينا. انتوا بتتكلموا على مرحله ما حدش فيكم يعني بعيد عنكم تماما يعني كاني مثلا انا قاعده بتكلم على الستينات مثلا. فهل حسيتوا ان انتوا بتشوفوا حاجه من اول وجديد بتحسوا بحاجه من اول وجديد بتكتشفوا مرحله ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه خالص ولا يعني الى حد ما الاعمال اللي كان فيها نوستالجيا قبل كده كانت ساهمت في ان انتوا تشكلوا صوره عنها؟
احساسكم كان ايه وانتوا بتنفذوا الفتره دي؟ هو الموضوع على فكره احنا كنا بادئين ومش عارفين احنا هناخد ايه معانا في السيناريو. يا جماعه احنا ايه عندنا ممكن يعني الفتره دي كانت غريبه قوي عنكم. طبعا غريبه ما احنا فيلم وثائقي عن محمد علي باشا مثلا حاجه معشتوش. غريب طبعا مش للدرجه. لا لا غريب ان احنا لقينا ان في يا جماعه شرايط كاسيت مش عارف مين كان بعتها من الخليج عشان يطمن على عيلته ولا اللي كان عايز. ايه ايه اللي قدامنا ده مبدئيا عايزين يعني ده فاتت علينا ده الملخص بتاع الفيلم. ده ملخص الفيلم. كنا عاملين بروشور يوم المناقشه بتاعت مشروع التخرج فبنوزعها على لجنة التحكيم وكده. الملخص ده بيبقى صفحة واحدة ولا كذا صفحة؟ لا هو صفحة واحدة. هو صفحة مش صفحة هو خمس ست سطور يعني هو ده بيبقى التريتمنت لازم تتقدم كده في حاجة طبعا سينوبسس كده. لا طبعا هو هقعدوا بقى يقروا مجلدات مثلا. طيب انتوا كان احساسكم ايه برضو؟ انا يهمني قوي المس احساسكم بهذه الفترة. اوكي احنا كمان عايزين نتكلم عن يوم المناقشة نفسها. احنا يعني كنا يعتبر اكتر مشروع اللي هو عمل فيلم بامكانيات بسيطه جدا فاحنا كنا قلقانين برده من فكره ان احنا نعرض فيلم متصور بموبايل وعايزين نشوف رد فعل الناس. فلما شفت زمايلي في المدرج وتفاعلوا مع اغنيه بقى بتونس بيك وشرايك كان احساس حلو قوي. كمان لما اهالينا شافوا الفيلم في الاخر برضو اتبسطوا جدا فدي برده حاجه يعني رجعت علينا احنا بانها ادتنا طاقه كمان ان احنا عايزين كل واحد فينا بقى بيدور دلوقتي انه عايز يدرس السينما كمان بعد التجربه دي. يعني دلوقتي بقينا حابين كمان ان احنا نتعمق اكتر في موضوع السينما واحنا دلوقتي اصلا عمالين نخطط احنا ايه الفيلم الجاي. احنا مش عايزين نبطل الافلام يعني عايزين تكملوا في سكه النوستالجيا دي ولا لا مش شرط. اصل ممكن تكون عجبتكم قوي بس انت قلت لي في درافت فاضل لسه. هي الظروف اللي حتمت علينا كده يعني مفيش قدامنا غير كده. هو مفيش مشكله ان احنا نعالج النوستالجيا بس من مكان تاني يعني احنا عملناه من ناحيه العيله او الاسره. ممكن فعلا ان احنا بعد كده تبقى خطوه في النوستالجيا بس من مكان من منظور تاني يعني. طبعا اللي انا عرفته منكم ان انتم مش هتقدروا تعرضوا هذا الفيلم بشكل تجاري او على اليوتيوب طبعا للناس علشان الحقوق الملكيه الفكريه لاغنيه بتونس بيك. ولكن هي فرصه برضو ان احنا نوجه برضو يعني نداء لمنتج اغنيه بتونس بيك انه يكون في سماح او يكون في اهداء للاغنيه دي لحقوق الملكيه الفكريه لان بيتهيالي يعني ناس كتير حابه ان هي تشوف فيلم زي ده. فكره النوستالجيا عامه بتشد الناس يعني. دي حقيقه فعلا. المشروع ده مشروع التخرج ده بيكون فيه ترتيب بقى مثلا يعني انتوا فزتوا بمركز اول مركز تاني؟ لا هي السنه دي كل سنه كان بيبقى فيه ترتيب مراكز. بس السنه دي عشان بقى كورونا وان مش هيبقى فير يعني انف ان الناس اللي نزلت واللي ما نزلتش ف كان السنه دي مفيش مراكز يعني. عموما انا هنتظر الفرصه واوجه برضو لكل الطلبه اللي عندهم مشاريع تخرج بفكره كده مختلفه بفكره مميزه زي بتونس بيك تبعتوا لنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك عندنا وهو برنامج صباح الورد. تبعتوا لنا كل الافكار وطبعا يعني الاستوديو بتاعكم واحنا بنرحب بيكم عشان نعرض بقى كل المواهب. انتوا نورتونا مبروك جدا. الفكره الجميله وبشكركم جدا. هاني علاء بشكرك وإنجي عهدي ومحمد أشرف صباحكم صباح الورد. صباح الفل. شاهدينا فاصل ونرجع بفقرتنا الثانية خليكم معانا.